جماهير الاهلي غاضبه انه اليو ديانج خرج من نادي الاهلي، يقول لك ده جوهره. انا لا اناقش ولا ادعي، ممكن انا وانت بره نقول راينا ماشي، لكن ليس لدينا طرف كسر حق الجهاز الفني في رؤيته. هو شايف ان خط الوسط عنده كان يؤدي اداء مميزا جدا في لفترات كتيره من غير ديانج. ديانج ممكن تبقى رساله لديانج نفسه. انا مش عايز اتكلم فني قوي في الحته دي. لا انا عايزك تتكلم فني. لا لا لا، بس هقول لك كلام يقنعك بره الشاشه. عمري ما هقتنع بره الشاشه. انا هفضل اقتنع ان ديانج ده حاجه اساسيه ولابد منها في طيب. فرقه النادي الاهلي. عشان انا لو قلت عشان رايي أكدبش. نعم. انا اللي اقول رايي. انا حر. انت قول رايك. حضرتك حر. بس انا عايز اقول رايي. انا اقول رايي. اولا انا مش بس ان انا مبدئي ليس لدي طرف طول ما انا في النادي الاهلي نقول هذا الكلام. في قواعد، لكن في نفس الوقت انا بدي الحق للمدير الفني انه يرى ويرى. كان عايز اصبر بس عليا. معاك اهو. انت محكوم على فكره. طب مش في المقابل بيقولوا لك انت فاشل في اختيار الاجانب؟ مش بيتقال كده؟ لا محدش. لا لا يو قال لك النادي الاهلي. لا 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 الكل شبه اجمع على اليو ديانج. مش هسيبك من اليو ديانج، انا بتكلم في المطلق. ايوه لما تقول لي موديست اقول لك فاشل. يا حبيبي بس اصبر عليا. ما تمسكهاش كده. مش هي مش كده. لا مش انا برد عليك. يا سلام يا كابتن. طب اتفضل. انا اسف. يا طمرك ما عملت معاك كده. طب اتفضل. انا بسمعك والله. بس قول يا كابتن. كل لاعيبه النادي الاهلي الاجانب في منتخبات بلدها ماشي، فجايين دوليين. ففكره ان ما بتعرفش تختار، لا بتختار وبتختار كويس، لكن انت تطلعاتك في اللعيب بتختلف رغم انك بتكسب بطولات. ما هو انت لو هم فاشلين ما كناش كسبنا وما فيش ناشئين. انت هنكسب ايه؟ انت فكرك انا مختلف معاك، بالعكس. وانت ممكن يكون بدلك تختارت عادل القيادة احسن لعيب في انجولا بس ما وفقش معاك. وارد جدا. وما فيش بدلك، الناس كلها انتجت معاك بدليل ان حتى اللعيب اللي خرج انت زعلان عليه. لا ده لازم ازعل عليه. ما هو ده انت بقى، ما انت حضرتك ما تسالش وتجاوب. خليني اديني فرصه. لا يعني ايه؟ خلينا انا ما بجاوبش. خلينا البينج بونج. ما انا بقول لك ايه، ما يعني أنا في خلاف على اليو ديانج. انا بكلم مشجع دلوقتي، ما بكلمش مسؤول. اليو ديانج انديفيديوال مفيش خلاف عليه. ليه؟ ميزاته ايه؟ قوي جدا، سريع جدا، حلو، لياقه بدنيه مرعبه. لكن ارجع تكتيكيا المدرب خلاص تكتيكيا اوكي. طيب هنا عشان هو انت كولر اخترت صح. ما اخترتش غلط. انت اخترت صح. جه يوظفه طلب منه حاجات مره واثنين يجوز. انا مره واثنين وثلاثه ما اتعملتش تمام، او اتعمل حاجات غلط دفع ثمنها الفريق. فهو شايف ان في ناس ثانيه ممكن اجيب انا بقى احتياجي الماس. مودس ده مش تجربه تقيس عليها. ده هو نفسه عارف انه جاي مرحله ست سبع شهور وهيمشي، بدليل انه جاي فري ترانسفير وهيمشيه ما جددلوش لحد ما الاقي ضلته في فيرود. نعم. لم الفيرود ده رزق. يعني انت لما جبنا بواليا ده كان نجم النجوم. نجم ايه؟ ده راجل جايب 11 جون مع الجون في راوند في الدور الاولاني. نعم. ودافع فيه مبلغ محترم. مليون و800. مليون و800 من نادي مصري. نعم. فين البخت؟ نعم. طب لما جه عندك عمل ايه؟ الراجل من فرحته بيه موسيماني لعبه على طول على شريف اللي كان هداف الدوري السنه اللي فاتت. تتمنى شريف يرجع؟ لو فضل شريف على الصوره اللي مشي بيها مع النادي الاهلي. انا مش متابع. انا بقول لك شريف لعيب سريع جدا جدا ينقلك في ثانيه. شريف نسخه مصريه من ازارو. حلو. طيب. على قدرات تهديفيه اعلى شويه. ديانج واحمد عبد القادر يرجعوا العقد من حقنا. اتمنى اعراض يرجعوا مش كده؟ لا هو لقى ان التطور اللي هو طالبه حصل. هو الاعاره ليه؟ اولا اللعيب نفسه بيبقى عايز يجرب فكره. في جمله بقى والنبي كويس قوي. قول. وانا مستغرب ازاي كل النقاد او معظمهم مع اللعيبه. انت نفسك في ايه؟ نفسك تحترف؟ يقول لك طبعا يا كابتن. لعيب تاخد لي 15 مليون و20 مليون وتقول لي نفسي احترف ليه؟ هو انت هنا ايه هاوي؟ يعني انت قول عايز احترف في الخارج. ماشي. كمل الجمله. لكن انت احساسك انك الجمله دي نفسيه لما بتقول ايوه نفسي احترف. هو بس المضمون ان انت لا مش المضمون يا كابتن. لا مش المضمون. دي بتعمل يعني ايه في اللعيب؟ اللعيب ما بيتصرفش معاك كمحترف.
معظم الناس هنا في مصر اللعيب بره ما يقدرش يعمل اللي بيعمله في مصر ده. ليه؟ ولذلك في لعيبه ما بتنجحش لان على حساب تضحيات بيعملوها. محدش يعرف يعيش العيشه اللي عايشها محمد صلاح. صحيح، واخد بالك؟ هو دايما ومرموش دلوقتي دايما يقول لك المنتاليتي وتريزيجيه والنني، دول راحوا اكتسبوا. والمحمدي ده في الناس مش واخده بالها، المحمدي ده راح بكرايت ما رجعش من انجلترا. نعم، واخد بالك؟